حياكم الله. كابوس مستمر ليل ونهار، ومعاناة نهاية كل شهر، ونفس أرهقتها الهموم المتواصلة. كل هذا صار من الماضي، لأن ريالك بعد الله قدر يصنع بداية جديدة. هذه الحلقة مشاهدينا وعلى غير المعتاد، وثقنا فيها المستقبل اللي ساهمت أنت في فتح أبوابه، وتتبعنا قصة الكابوس اللي تحول لحلم جميل. يا هلا وسهلا. هلا هلا مرحبا. يلا حي. هلا ابو نايف. هلا مرحبا. يلا حي يا حبيبي. وشلون كيف الحال؟ طول عمرك. تفضل. ما شاء الله. فضل. يا علو بيت عامر. جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير ابو نايف. بيت جديد يعني بدايه جديده. الحمد لله. هل شعرت بهالبدايه فعلا؟ والله يعطيني الحمد لله. يا حي صح تو شعرت ان حياتي صح. انت كنت في الرياض؟ ايه ايه شغلت تاسكو في جامعة الأمرسن. أنا كنت راتبي أزين إذا خلص. ولا جا خلص الشهر أقول والله يا أخوي مديون والعيال سمعت من بقالات ما عادي فلوس أنا. حط لي في الشارع. وأكبر مصيبة إحنا اللي مستعجل ومر أهل مرة. تجيني زيارة وما تخيل أمور المرة ثانية أنا. إلى الحين تحسس من آخر الشهر؟ لا تحسس الناس اللي يشوفهم بجار الحين. وأنا أسمع لأبو نايف ألاقي نفسي لا إراديا أقارن بين الأمس والمعاناة اللي حكى عنها وبين الاستقرار والراحة اللي شفتها بعيوني هذا اليوم. الريال صنع تأثير نعم، لكنه صنع التغيير أيضا بعد الله، وكان بمثابة خط الانطلاق للبداية الجديدة.